طبعا بتتواصل فعاليات مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وبنتابعه لأنه شيء مهم جدا جدا. فعاليات مستمرة في مركز مصر للمعارض الدولية زي ما كنا بنقول لحضراتكم على مدار اللي فاضلين احنا كده النهاردة وبكرة وبقى 3 أيام كده، بيعقد في نسخته الأولى. طيب المؤتمر في هذه النسخة يبرز جدا أهمية الأمن السيبراني، خصوصا بعد ما بلغت التكلفة العالمية للجرائم السيبرانية حوالي 8.4 تريليون دولار سنة 2022. طبعا انتوا كده قادرين تفهموا انه هذه الجرائم هي بقى فيها جرائم الهاكينج زي ما بيتقال، الدخول على الأنظمة المصرفية، الدخول على أنظمة أمنية مش المفترض على الإطلاق انه يتم تسريب منها اي معلومة، ودي بتسبب تكلفة باهظة على الصاعدين، تكلفة اقتصادية من ناحية، تكلفة أمنية من ناحية اخرى. معانا على التليفون دكتور محمد عزام، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا واستشاري التحول الرقمي. اهلا بيك يا دكتور. مساء الخير على حضرتك ومشاهدين حضرتك الكرام يا فندم. مساء النور دكتور. مهم جدا ان احنا نحاول نفهم قدر الاستطاعة وبرضو بتبسيط وافر للمشاهد العادي مدى الخطورة اللي بتشكلها الجرائم السيبرانية. طبعا حضرتك زي ما حضرتك تفضلت كده في التقرير، احنا بنتكلم على 8.5 تريليون دولار، والرقم ده مرشح للتصاعد الى في خلال السنه الجايه الى 10.5 تريليون دولار، يعني اكثر من 10% من الناتج القومي العالمي. العالم كله النهارده معتمد على تكنولوجيا المعلومات بشكل كبير في حياتنا كلها، في المنظومات الاقتصاديه والبنكيه والمنظومات الصناعيه والمرافق والنقل. فأصبح الموضوع الخاص بأمن المعلومات وتأمين المواقع وتأمين المرافق المعتمدة على التكنولوجيا أصبح من على أولويات يعني الدول بشكل كبير جدا، وإحنا شفناها حتى الدول بدأت تحط استراتيجيات طموحة جدا في هذا الاتجاه علشان تواجه هذا الخطر المستحدث اللي بيأثر على حياتنا كلها. يعني لسه كان الرئيس الأمريكي بايدن أطلق الاستراتيجية الأمريكية للأمن السيبراني ب 11 مليار دولار علشان يؤسس إلى عقد اجتماعي جديد، كمان حتى إن هو بيرفع كاهل الأعباء التأمين من على الأفراد والمنشآت الصغيرة وبيخليها مسؤولية الدولة ومسؤولية الشركات الكبيرة، زائد إن احنا كمان بنشوف نقلة تكنولوجية كبيرة جدا في المستقبل القريب هتساعد طبعا على تقليل هذه الأضرار الناتجة عن الخروقات السيبرانية باستخدامات الجيل الثالث من الإنترنت وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وهندسة البرايفسي أو الخصوصية ووجود الأجيال الجديدة كمان من شبكات الاتصالات، دي هتقللنا إن شاء الله الأخطار. إنما هو دايما في صراع تكنولوجي كبير جدا بين الدول وبين المخترقين والهاكرز، إن ده بيمثل نوع من أنواع العائد الاقتصادي عليهم، وهم في نفس الوقت بيستخدموا هذه الهاكرز دول بيستخدمهم لضرب الاقتصاد للدول الأخرى والهجوم على منشآتها. وإحنا يمكن شفنا الكلام ده في الحرب الروسية الأوكرانية بمنتهى الوضوح، لدرجة يعني أنا كنت كاتب مقالة قلت إن أصبحت سلاح الضربة الأولى هي الهجمات السيبرانية وليس أي سلاح آخر. احنا قدام عالم جديد معتمد على التكنولوجيا اعتماد كبير جدا، وبالتالي وجود مؤتمر زي دوت لإلقاء الضوء على التحديات وايه التجارب المصريه والتجارب العربيه والاقليميه في هذا الاتجاه شيء مهم جدا يتم مناقشته على مستوى الخبراء وفي وجود من يمثل الحكومه والشركات العالميه والقطاع الخاص لبناء منظومة حقيقة تأمل لنا. ده ضرورة ملحة، لأنه طبعا السايبر أتاكس دي بتبقى تكلفتها باهظة جدا على الدول، وفي نفس الوقت الدول بتستخدمها ضد بعض لأنه ما بيبقاش فيها خسائر في الأرواح ولكن فيها تكلفة اقتصادية بتبقى باهظة وشديدة، تقسم ظهر يعني دول واقتصاداتها. بشكرك جدا يا دكتور محمد، كل الشكر. دكتور محمد عزام، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا واستشاري التحول الرقمي.